طبعا عرفت شكون حاضر معنا لانه مهدنا لحضورها عن طريق الاشاره اللي عملها سي فوزي الزياني الخبير في السياسات الزراعيه في اطار تثمين المنتوجات الفلاحيه التونسيه الجميله التقليديه. هكا ولا سيده هنيسه؟ مرحبا بك. عايشك عايشك وبيك وكيف السيده مشاهدين. هذه مظله اسعف هكا. هذيك هو هذه مظلتنا تونسيه اسعف. بحكم احنا نعمل كل مره رسم على جميع المحامل. دونك هذا محمل من المحامل اللي جبنا معانا الشمس في بالي توا زرقة الشمس عندنا هكا ولا والله نجم نجم نخرجوا توا من الاستوديو. احنا دخلنا 8 تاع الصباح الحقيقه ما عندناش حتى فكره على الاجواء. خيرت ربي من امطار في عديد الجهات، لكن نجموا نخرجوا نلقاو شمس وهذا يحدث. معناها تخرج تلقى قايله قايله معناتها، وحمايه الوجه من الشمس ما احلاش وما اجملش وما معناتها حتى من الناحيه الصحيه للشعر ولل من المظله التونسيه هذه. بالطبيعه مظلتنا التونسيه. دونك كيما خدمنا قبل احنا الرسم على الفخار وعلى الخشب وكل راهم لي برودوي نفسهم هما. هذا محمل من من المحامل. ما قلنا فما محامل اللي تشرب البرودوي وفما محامل اللي ما تشربش. اللي ما تشربش نرجع بالذكر اللي هو البلور والبورسلان. هذه من المحامل اللي تشرب البرودوي. اللي باش نخدم عليها التقنيه المره هذه تقنيه بالباترولياف. باترولياف اللي هي هذه في بلاصه الاكريليك لكنها عاقده على الاخر، عاقده وباش نخدم خاسره معناها. انا علاش جبت معايا الاكريليك؟ باش نلونها خاطر هي تباع دوري ارجون والا ابيض ولا اسود. اما اربع الوان شويه نعمل لها شويه كولوراسيون. دونك باش ناخذوا البات ديكوراتيف نتاعنا كيما هكايا بالكوتو ملعقه يعني حتى ما عندكمش في الدار تنجم يعني بالسكينه ماهيش مذبه. دونك هنا باش ناخذ ستار باش ناخذ فوالا شنو الوان هذوما تو تشوفيه هي الباترولية فون بلون، لكن باش نزيدها شويه من الالوان باش تتلون. هذايا مثلا اللي باش نخدم عليه بالراس هنا زياد ما نحركش لين يتخلط الراس، حاجتي به يكون ديغرادي شويه، فما الرفلي من الغامق والا من الفاتح. فما تموج في الالوان معناها. تموج يعطيك الصحه. فما اللي باش نخدم عليه بالدوري كيف كيف، ناخذوا من الاكريليك كيما هكايا دوري، نحطوا شويه ما نحطوش برشا، نحط شويه علاش زياد باش تكستور باتوز هذيا ما نحبهاش تتهلك، وكيما قلت لك ما نخلطش ما حاجتيش بها اوموجين. ماهيش متجانسه معناها لون واحد ولا زوج الوان واضحين. يعطيك الصحة باش تعطيني شوية ديغراداسيون. هذه ألوان الميكا كانت تفكر خدمنا ريزين، في الريزين النجم يجي في البوجي، نجم يجي في الصابون، هي بودر نتاع ميكا تعطي ألوان تانتونسي يعني تقوي اللون الدوري اللي باش نخدمه أنا لهنا. والبارتي الثالثة باش نعمل فيها الأزرق ميكا زادة كيف كيف بودر من الميكا. مانيش نقول دوزاج واحد عينو ميزان وخاطر نجمو نعملو حاجة غامقة فاتحة هكاك احنا والأذواق. والألوان حسب الاختيار معناتها والا حسب ما هو متاح وموجود في المحلات المختصة في البيع. على حسب شنو اللبس نتاع باش نلبس المايو في الروز ولا في الأزرق. هذايا ما يجيش لبالي هذايا معناتها هذه حاجة نتاع فنانين معناها. أي احنا قلنا توا السادة المشاهدين حسب اللبسة يعطيك الصحة باش يحاولوا أنا باش تاخذوا مظلة. دونك هذه هي المحمل الأولاني نصح نقولوا. والباد ديكوراتيف في الأبيض ولا ولوها بالألوان أكريليك. على فكرة سيدة أنيسة أنا من مستعملي المظلة وأنت تعرف عندي مظلة جربة كبيرة ويفكرني بالأيام الجميلة اللي قضيناها في جربة. مظلة حلوة ياسر وكبيرة ياسر نلبسها الحقيقة معناها حماية كاملة من الشمس ومعناها طرفها زادة كي تبدا تحوس بمظلة جربة معناها شيء عمل كيف. تفضل سيدة أنيسة. أيوة. زدنا قلت إضافة أخرى للسادة المشاهدين تعودنا للي يخدموا المظلة يخدموها من برا، احنا المرة هذه باش نخدموها من تحت خاطر المظلة نتاعنا هذه الصعف نجم نعطيوها للفورم هذه. دونك باش تظهر الديسان من تحت. باهي أول حاجة كي باش ناخذ هكايا بالكوتو ساعة زياد حبيت نقول لك اللي البارتي هذه راهي تجي في الاخر يعني في اللباس هذه تجي في الظهر ديما نقمروها يعني ما تجيش فيها هي الديسان بالضبط الديسان. دونك هذه نخليها بلاصة الظهر وهذه بلاصة الوجه باش نبداو نعرفوا خاطر المظلة راهي ماهيش كيما شابوات نو المظلة تقبل انه الالوان هذه تولي ثابتة عليها معناها بالطبيعة بالطبيعة احنا الوان هذه اون رولييف راهي بالكوتو هكايا باش نعملوها كيما قلت لك بالسكين باش نعملوا هنا شكل نتاع ورده. الورده تبدا كبيره شويه بالطبيعه مفتحه خاطر لي بيتال زاده باش نخدموها معاها. دونك هذايا في الروز
توا باش نجيل شويه الازرق اللي مخدوم بالبلو، والنجم كيما قلت لك الازرق يا اما نغمقوه نجي بيناتها ونخليه التراس نتاع الكوتو. نعم. كيما هكايا اي اون ريليف، كل شيء باش يقعد اون ريليف. ونواصلوا في العمليه هذيا، نواصلوا في العمليه هذيا اكزاكتومون حتى لين نتحصلوا على ورده جميله في النيفو اللي احنا حشتنا به. كيما تشوف الرولييف هكايا بالكوتو زياده تخدم. نعم. واضح. هذه العمل. المرحله الاولى من او الجزء الاول من لقائنا معك سيده انيسه، طبعا ايه؟ تواصل في العمل نتاعك باش نشوفوا النتيجه في الجزء الثاني. طبعا ومضه خاصه بالبرنامج. قبل الومضه خالد اليعقوبي كالعادة من مدينة الثقافة في نقل مباشر لأجواء الدورة 23 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. مرحبا من جديد زياد، بالفعل احنا في مدينة الثقافة تو تحديدا وفي جناح خاص بمؤسسة إعلامية كبيرة وهي الإذاعة الوطنية التي تعتبر شريك فعل في نجاح النسخة 23 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. وللحديث أكثر عن آخر استعدادات الإذاعة الوطنية أو تحديدا لحفل الاختتام وما سابقه من حوارات وإجراء حوارات ومواكبات حصرية، سعيد جدا باستضافة السيد محمد معمري رئيس دائرة الاتصال بالإذاعة التونسية. أولا سيد الكريم مرحبا، ثانيا نتحدث عن دوركم في نجاح هذه النسخة. مرحبا بكم ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا الكل. اولا نحن الاذاعه التونسيه، والاذاعه التونسيه كي نحكوا على الاذاعه التونسيه نحكوا على 12 محطه اذاعيه بما فيها الاذاعه الوطنيه اللي هي جزء من الاذاعه التونسيه، لكنها الاعرق باعتبارها انها تاسست سنه 1938. الاذاعه التونسيه هي منذ بدايه المهرجان العربي للاذاعه والتلفزيون للوصول للدوره 23 كانت شريك اساسي. الشراكه نتاعنا باعتبارنا معناها نمثل القطاع هيئه، ولان احنا هيئه معناها اذاعيه معناها رسميه من مؤسسي هذا الاتحاد. ثانيا نحن معناها نقدموا الدعم سواء كان على المستوى التقني سواء كان على المستوى البرمجه سواء كان على مستوى الترويج. على المستوى التقني مثلا نحن نامنوا كاذاعه تونسيه كل الجوانب معناها المتعلقه بالصوت في حفلي الافتتاح والاختتام، وكلما معناها استدعت الحاجه ذلك من قبل معناها المنظمي المهرجان. الحاجه الثانيه معناها على المستوى والمشاركة، نحن نشارك من خلال هذا الجناح وتشوف فيه معناها فيه استوديو للبث المباشر، معناها توا قاعده زميلتنا معناها خاتن صالح تبث في برنامج على امواج الاذاعه الثقافيه بحضور ضيوف عرب ومشاركه كل المحطات الاذاعيه اللي حاضرين. ايضا معناها قدموا عنا كتاب تعريفي بالاذاعه التونسيه وبخاصه بالمسرح في الاذاعه التونسيه، لانه تعرف معناها فرقه التمثيل في الاذاعه التونسيه كانت الرائده في هذا المجال. كذلك معناها نعرفوا بتاريخ الاذاعه التونسيه ككل في اطار معناها حمله ترويجيه. ما عندناش ما نبيعوش نحن كيف معناها المؤسسات الخاصه الهيئات الاذاعيه والتلفزيونيه الرسميه ما تبيعش. عندنا ايضا معناها السنه معناها انضم الينا جديدا حديثا في 1 نوفمبر 2022 اذاعه الزيتونه للقران الكريم، وكانت اي مولود جديد عن هو قديم جديد التحق بنا، واللي هو معناها السنه غيرنا له معناها الشعار نتاعو معناها اللوجو اللي يصبح معناها متناسق مع الشعارات الإذاعة التونسية ككل. هذا معناها على الأقل كنظرة أولى ونظرة معناها بسيطة على المشاركة. مش مشاركين أيضا في كل المسابقات، كل الأصناف المسابقات الرسمية الإذاعية، وإن شاء الله نتوجوا اليوم معناها بأحد الجوائز، خاصة أنه الإذاعة التونسية كانت في مشاركتها الكل ديما توج بالجوائز. أيضا السنة يمكن عندنا استثناء أنه رئيس لجنة التحكيم معناها المسابقات الإذاعية الرسمية هو زميلنا وصديقنا والرئيس المدير العام الأسبق للإذاعة التونسية هو سي مولدي الهمامي. أيضا السنة بصفة استثنائية بعد وفاة معناها زميلنا الإعلامي والإذاعي القدير نبيل بن زكري تم تكريمه من طرف معناها هيئة المهرجان وكذلك من طرف الإذاعة التونسية، وتم إسناد معناها معناها حاجة رمزية معناها تخليد لذكراه عن طريق معناها لاسبيو اتحاد إذاعة الدول العربية والإذاعة التونسية في حفل أقيم أمس. يعني الحقيقة نحن نحاول نكون معناها شريك فاعل
ديناميكي ويقدم معناها المساعدة لمنظمي المهرجان في أي أمر كان، معناها أني لا معناها باش نعاونوهم باش ننجحوا المهرجان، لأنه نجاح المهرجان راهو نجاح لتونس بقطع النظر على الإذاعة والتلفزة التونسية. نحن نحفلوا سيفة التونسي كي ينجحوا المهرجان وفي اللي تقام على الأرض هذية وبالضيوف هذوما، معناها من المؤكد هذا معناها نجاح لنا نحن كتوانسة. ما تعرف التنافسية للمزيانة، فهمتني، نحب نكونوا حاضرين نحن ولا معناها زملائنا معناها في التلفزة التونسية باش يكونوا ناجحين وباش نعطوا صورة معناها على ما وصلنا إليه على الأقل. مانيش نحن وصلنا لحاجة متطورة برشا، أما على الأقل قاعدين نواكبوا، خاصة أنه فما مشروع كبير مثلا في الإذاعة التونسية اللي حكينا عليه للضيوف، هو مشروع الرقمنة، سواء كان الرقمنة في المستوى الإداري أو الرقمنة في مستوى بث المضامين. وأنتم أهل لها رفقة الزملاء في الإذاعة الوطنية، الإذاعة التونسية. شكرا لك سي محمد، شكرا لك. إذا زياد كما كنت تسمع معناها شريك آخر اللي هو الإذاعة الوطنية، وأنتم خليكم مع الصور المباشرة اللي كان ذكر هنا سي محمد على نقل حيثيات النسخة 23 مهرجان الإذاعة والتلفزيون. نعم شكرا لك خالد. مواصلين في الاستضافات ونعود إلى الفلاحة إيمانا منا بأهمية هذا القطاع وحيوية دوره الاستراتيجي في تأمين مقومات السيادة الوطنية، وذلك علاش معنا السيدة نجاة السعيدي اللي هي عضو مؤسس للشبكة النسائية المتوسطية النسائية التونسية التونسية وإن شاء الله تولي متوسطية. نعم لزيت الزيتون باش نحكيه على تظاهرة ديدو في نسختها الثانية. مرحبا بك سيدة نجاة وعندك إهداء. صباح الخير، مرحبا بكم. الإهداء بعد إذنك نحب نعدي ديديكاس البابا، اليوم عيد ميلاده. نعم. نحب نقول له عيد ميلاد سعيد، ربي خليك ليا بابا وربي يفضلك. هو من أكثر الناس اللي دعمتني في صغري وكبري وهو تاج راسي، ربي يخليه. نعم ربي يفضل لك الوالد ونقول له إن شاء الله كل عام وهو بألف خير، وإن شاء الله ربي يطول عمره في الخير والسعادة، وإن شاء الله ديما العائلة ملمومة في أفضل الظروف وربي يفضله لك ويفضلك لي. إذا نجدوا التعريف بالشبكة ما فيها باس. شبكة نسائية تونسية لزيت الزيتون هي جمعية بالأساس، هي جمعية نسائية تونسية. نعم. تنطوي تحت مظلة الشبكة النسائية العربية لزيت الزيتون. احنا مجموعة من السيدات ومن السيدة الأفاضل اللي أمنا أنه هي شبكة نسائية لكن فيها نساء ورجال. أي تركيبتها، هي تركيبتها فيها دو تيير نساء ثلثين نساء ثلاث رجال. نعم. التركيبة لا يعني أكيد رجال، مش معناتها ما نحن نقصيو رجال، احنا لا بالعكس، احنا نعم. من احنا نخدموا للصالح الوطني والهدف نتاعنا هو الترويج لزيت الزيتونة بتونس وخارج تونس. نعم إذا التظاهرة اللي احنا معناها بصدد الحديث عليها هي تظاهرة ديدو المسابقة الوطنية لزيت زيتون البيولوجي هكا، المسابقة الوطنية الدولية اللي ماخذة بعد دولي. نعم. هي أكبر مسابقة على على حوض البحر الجنوب، الحوض البحر المتوسط. هذاك علاش أنا ملول قلت الشبكة المتوسطية. نعم لأنه فما أبعاد عالمية وتقريبا تونس المسابقة الوحيدة اللي هي دولية فيها هي ديدو. تحكي على المستوى الفلاحي معناه على مستوى زيت الزيتون. نعم. زيت الزيتون المسابقة الدولية التي تنظم في تونس. أي هي. نعم. الأولى وطنيا ودوليا من 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 حيث فكرة إنه البيولوجي، تثمين البيولوجي، تثمين الزيت البيولوجي، نحن نسميه أكبر مسابقة. هات ناخذوا معناها شنو اللي صار في الدورة الفارطة. أولا الاسم، علاش الاسم سيدة نجاة؟ هو هي عليسة. هي عليسة. هي. وما نجموش ديدو ولا ديدون ولا أليسا ولا أليسا ولا أليسا بالإنجليزية. نعم. لأنه نعم. واللغة الإنجليزية هي مفتاح العالم. نعم هذاك علاش اخترنا ديدو، لأنه ديدو الاسم أشهر. أليسا تمثل تونس نعم. والمعنيتها والمرأة زادة وبرش حاجات لعدة اعتبارات. نعم. والحمد لله نجحنا في الدورة الأولى وكنا بحذيكم، وكما تعرف المسابقة الدولية هذه هي برعاية المجلس الدولي للزيتون. نعم. اللي اللي مقروا في إسبانيا واللي رئيسه السيد لطفي سيد عبد اللطيف غديرة. نعم
وكان رئيسه في وقت من الأوقات في الألفينات سي لحبيب الصيد أيضا، وهذا إيمانا من العالم بأهمية الكفاءات التونسية وأهمية المساهمة التونسية في كل ما هو له علاقة بزيت الزيتون والمجال ذاك. سيد عبد اللطيف غديرة هو عراب المسابقة، وهو نعم. معناتها اللي أمن بينا، وتقريبا نحن القانون الأساسي للمسابقة متاعنا تضاهي المسابقة الدولية العالمية ماريو سوليناس اللي في إسبانيا، اللي في إسبانيا واللي معناتها يشرف عليها المجلس الدولي للزيتون، واللي خذينا فيها عملنا ولا حداش جايزة فيها، ونحن مكتسحين ديما العالم. ولكن للأسف الاكتساح هذا ماهوش مجسم على مستوى التصدير. قاعد يتجسم، نحب نعطي شوية موجات إيجابية قاعد يتجسم. تقول لي فاش نقول لك في ارتفاع نسبة التعليب، تقول لي فاش في أنه الشباب أمنوا، والمسابقات هذه خليت الشباب معناتها تحاول أنها تعطي القيمة المضافة على منتوجها. قاعدين نشوفوا في الميداليات الذهبية الكل تاخذ فيها شباب، وراهم معناتها شباب طموح وبإمكانياتهم الذاتية وصلوا يعملوا منتوج ذو قيمة مضافة معناتها ويضاهي أكبر الماركات العالمية، وخذينا معناتها ميداليات ذهبية معناتها في كل أصقاع العالم، وهذا راهو مش من فراغ. توا مدام نجات كي نقولوا أكبر الماركات العالمية، حسب معلوماتنا المفروض أنه معناتها أكبر الماركات العالمية ولا أكثر الزيوت الزيتون جودة في العالم على مستوى الإنتاج ولا على مستوى الذوق ولا غيره، وهي معناتها إذا كان مش ما تكونش إذا كان ما تكونش تونس الأولى راهي الثانية ما تفوتش. والله صدقني أنا معناها، ولكن هذا ماهوش مجسم 100%. إن شاء الله هذا ما يجسم كان بارتفاع نسبة معناتها نسبة تعليب زيت الزيتونة ونسبة الصادرات على شكل معلب. أي والميد ان تونيزيا هذيك. أي إذا كان صدرنا على شكل معلب أكيد باش تكون معناتها بعلامة تونسية. نعم. نسبة التعليب ارتفعت في السنوات الثلاثة الأخرانيين والأربعة الأخرانيين، وين كثرة المسابقات وين كثر الوعي نتاع المنتجين أنهم لازم معناتها يحسنوا المنتوج نتاعهم ويزيدوه قيمة مضافة، كانت تقريبا في حدود 5%، توا وصلنا ل 14-15% من قيمة الإنتاج الوطني. ثم نعم. نسبة معناتها ماشية خير من بلاش، ماشيين للتقدم. تبقى معناتها الامكانيات هي اللي والاراده السياسيه، نرجع نقول لك والاراده السياسيه هي اللي لازم تتوفر. نعم. باش احنا زيتنا يباع على الاقل. تخيل انت ديما نقول ونقول انه سنه 2019 دخلنا للخزينه 3000 مليار من المليمات بزيت سائب. نعم. تخيل انت لو زيت نقول واحنا اونفراك معناها صبه. اي تخيل لو كان جاي معلب ومجاي مصدر معناها بالطرق ضارب 5 وضارب 6 وضارب 7 خاصه معناتها معناها ضارب 5 و6 و7 معناها نجموا ندخلوا 20 مليار دينار، 20000 مليار من مليماتنا بكلامنا معناها المتداول، لانه كي تقول 20 مليار دينار برشا ناس يقول لك 20 مليار. لا 20000 مليار من مليماتنا، تقريبا اقل شويه من ثلث الميزانيه من تصدير. هذا على ضمانتك مدام نجم. انت انا زاد نقول لك راه انا تو حكيت معاك زيد بكاسكيت رئيس غرفه منتجي الزيتون. أيوة. انا نحكي لك هذه نسيناها في الصفه بتاع التقديم. ما يسالش. نعم. المتابعين يعرفوني. نعم. انا نقول لك كرئيس غرفه منتجي الزيتون انه احنا دخلنا 3000 مليار سائب. تخيل معايا سيدي الكريم لو كان جاي معلب على قليله 70% معلب. أي. نقلبوا معناها. اذا النسخه الثانيه من ديدو المسابقه المتوسطيه لزيت الزيتون البيولوجي، شنو هي اهم ملامحها؟ الزمان، المكان، التفاصيل. انطلقنا الاسبوع الفارط في معناتها التحذيرات اللوجستيه للمسابقه. نعم. لتحذير العينات، واستقبلنا العينات من عديد الدول. عمناول كانت معنا الاردن فقط السنه. زادوا الجزائر، زادت مصر، زادوا بديت معناتها تاخذ اشعاع عالمي ان شاء. نعم. الله في القريب معناتها في السنوات القادمه تاخذ ما تعرف دوره اولى معناتها يتسمى كبدايه طيبه. كبدايه طيبه ان شاء. نعم. الله الدوره الثانيه هذه قاعدين نلاحظوا حتى عدد العينات زيد، عدد اللي امنوا بنا زيد. كانت على مستوى معناتها عالي، عملناه بالكدا معناتها وعلى مستوى وطني. تقريبا تونس فرحانه ياسر انها وليت، لانه ما عندناش مسابقه دوليه كما الدول الكل. صحيح. تعتبر ديدو انجاز وطني. هو بخلاف ماريو ساليناس ثم مسابقات اخرى. ثم مسابقات طبعا اكيد، ثم مسابقات اما لدول ما عندهاش عراقه في زيت الزيتون. والله وهذاك المؤسف. هذا الشيء اللي استغرب الواحد. الحمد لله جات شبكه نسائيه تونسيه وعملنا ديدو. نعم. وديدو راهو نحن نهديوها لتونس. نجيوها لتونس، وهي اصلا معناتها الوزارات معناتها اقتنعوا انه هذا عمل وطني يحتسب. هي الوزارات اللي المفروض ان تكون معناها على مستوى التعامل مع الموضوع هذا، الفلاحه، التجاره، المراه والسياحه، هذوما الاربع وزارات. أي. نعم.
قاعدين معناتها احنا معناتها كل عام تامن بنا وزاره معناتها وكل عام يفهموا واش قاعدين نعملوا انه يكون عندك دوره دوليه راهي 30 سنه تونس تحب تعملها الدوره هذه وما تضافرتش الجهود جاي المجتمع المدني قال اي هبار نشاركوا الهياكل الوطنيه والحمد لله لقينا شريكنا الفعلي هو الديوان الوطني للزيت امن بينا وتعرف انه الديوان الوطني للزيت عنده مخابر من احسن المخابر على المستوى الافريقي وعلى مستوى البحر الابيض المتوسط خذينا المخابر نتاعو هو شريك معناتها فعلي معنا بالخبراء اعطانا الخبراء على مستوى وطني عندنا من كل الفروع نتاع الديوان الوطني للزيت كل الفرع الفروع الجهويه معناتها الفروع الجهويه شركها سناء عمني ولا سناء شرك الديوان الفروع الجهويه باش يذوقوا معنا في دايدو كيف كيف عندنا خمسه خبراء من خمسه دول اسبانيا جبنا خبراء معناتها لانه كما قلت لك معناتها راهي على مستوى دولي لازم معناتها الخبراء الدوليين معناتها يكونوا كما الحكام المحايدين اللي في المسابقات المختلفه جبنا خبراء من اسبانيا من الاردن من الجزائر من اليابان من تركيا وان شاء الله يا ربي في القريب العاجل نعلنوا عن النتائج ونعملوا الحفله. الاستعدادات تتمثل في انه العينات اللي بتشارك في المسابقه نتاع زيت الزيتون البيولوجي تجي من الدول اللي ذكرتها اللي هي الى حد الان جاي وسي بون جاي وحابين الاردن الاردن والجزائر ومصر ومصر وليبيا باهي جاو العينات كيفاش توا نحبوا نعرفوا شويه تفاصيل شو نعملوا لهم بالضبط العينات هذوما ووقتاش الايامات الرسميه نتاع المهرجان ولا المسابقه؟ نحن بالطبيعه نحضروا العينات عندنا 10 متذوقين خمسه من تونس وخمسه وقتش من برا وقتاش الزمن والمكان نجات؟ اوكور ان شاء الله بالبلاتفورم معناتها اوكور في الايامات القادمه ان شاء الله نعلنوا عن النتائج وان شاء الله يا ربي النتائج ونعملوا حفل ونعملوا حفل نهائي حفل تسليم الجوائز اللي بيشتغل جوائز ماليه لا تكريميه شوف المسابقات هذه راهي القيمه نتاعها خاصه في الترويج انه يكون عندك معناتها ميداي دور في مسابقه هذا يضمن لك ترويج نتاع المنتوج نتاعك تربح منه برشا فلوس مش لازم نعطيك ولكن احنا كجمعيه نامنوا السويفي ونامنوا المتابعه ونامنوا وريت اللي يشاركوا معنا الكل الزيوت نتاعهم نهزوهم كشبكه نسائيه وللمعارض الدوليه ونامنوا لهم الترويج على معناتها حساب على الجمعيه عتقكم. وعلى عاتقنا معناتها عم ناول اللي ربحوا معنا واللي ما ربحوش واللي خذوا حتى معناتها دي زاتيستاسيون الناس الكل استفادت لانه ديما نرجع ونقول انه الهدف نتاعنا هو الترويج زيت الزيتون البيولوجي ونحب لهنا نشكر كل الدول اللي امنت بينا ونحب نشكر الجزائر مصر الاردن كل الدول اللي امنت بينا لانه هما كانوا يطمحوا انه يشوفوا تونس اللي خاطر بالحق رانا محبوبين برشا ورانا عندنا مصداقيه زيد لا محبوبين على اساس محبوبين لانه احنا معناتها هو مازال فيه منافسه كبيره اي اما نحب نقول لك انه تونس اذا هي معناتها الدوله العربيه الاقرب للمنافسه ديما تقام هما يدزوا معاها باش معناتها اخر سؤال مازلنا احنا الاولانيين في العالم في انتاج زيت الزيتون البيولوجي مازلنا احنا الاولانيين علاش المعلومه هذه مش واصله للعالم الكل الناس الكل تعرف اللي احنا الاولانيين في الانتاج البيولوجي في الانتاج البيولوجي لا نحكي على مستوى الدولي معناها الدول نرجعوا له هذا في لقاء اخر معاك ونحكي فيه ان شاء الله على نتائج المسابقه مشكوره السيده نجاة السعيدي الحقيقه هي عضو مؤسس في الشبكه التونسيه لزيت الزيتون ومنظمه الدوره الثانيه لمهرجان زيت الزيتون البيولوجي الدوره الاخيره جنوب المتوسط أي نحب نشكر السيدة سميرة السيفي اللي هي معناتها خبيرة دولية في التذوق واللي هي رئيسة المسابقة هذه رئيسة لجنة التحكيم نحب نشكرها السيدة سميرة السيفي وأنت أيضا رئيسة الغرفة الوطنية لمنتجي زيتين في الجمهورية للزيتين في الجمهورية ترجع وقت ما تحب أبواب التلفزة مفتوحة عليك الفلاحة قبل كل شيء عندي أنا خالد اليعقوبي الفلاحة وبالإعلام نروجوا المنتوج نتاعنا وهذاك علاش باش نرجعوا لمهرجان اتحاد إذاعة الدول العربية المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون معنا مرة أخرى خالد اليعقوبي مباشرة من مدينة الثقافة تفضل خالد زياد مرحبا بك صحيح ماناش بعاد على الاذاعه الوطنيه على الستون تاع الاذاعه الوطنيه جناح اخر هو ديوان الوطني للارسال الاذاعي والتلفزي سعيد جدا باستضافه السيد الامجد الواعر السيد امجد تفضل بحذايا مدير كهيئه الاعلام والاتصال بديوان الارسال الاذاعي والتلفزي اولا مرحبا بك ثانيا نحكيه على وجودكم لهنا وبيك عايشك بارك الله فيك ومرحبا بكم
الديوان الوطني للرسائل الإذاعية والتلفزي هو المؤسسة اللي موكول لها بث جميع البرامج الإذاعية والتلفزية في بلاد تونسية، وطرح كيو حتى على الشبكات نتاعنا. شريطة تكون مرخصة من طرف الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري باش نجم نتعامل مع الديوان الوطني للرسائل. بالنسبة للديوان قاعدين معناها بعد ما اتممنا شبكة البث الأرضي الرقمي تي ان تي اللي عليه توا معناها مجموعة من القنوات التلفزية، معناها 12 قناة تلفزية إضافة إلى برنامج إذاعي، وعندنا القناة الوطنية الأولى معناها هاش دي واس دي موجودة على التي ان تي، وبخلاف معناها الشبكات الفضائية على القمر الاصطناعي عربسات وعلى القمر الاصطناعي نايلسات. توا معناها أكثر حاجة ماذا بينا نحكي عليها توا هي معناها المشروع اللي قاعدين في طور إنجاز هو البث الأرضي الرقمي الإذاعي الداب. الداب هذا الحقيقة معناها مشروع باهي إن شاء الله معناها ياخو حقه في الاستغلال نتاعه وكل شيء. احنا توا أتممنا إنجاز المرحلة الأولى، المرحلة الأولى تم إنجازها سنة 2018 بعد ما عملنا رأس الشبكة في المركز العقدي في محضر المقر نتاعك هذاك في المركز العقدي، وعملنا أربع محطات كشابتة في بنزرت، وعملنا زغوان، وعملنا كفرنت في نابل، وعملنا محطة بوقرنين في بن عروس. المرحلة الثانية دي عملناها في 2019 زدنا أربع محطات أخرين، زدنا محطة في قراعة في باجة، وزدنا محطة في عين درهم في جندوبة، وترزة في القيروان، ومحطة في غرابة في صفاقس. الجزء الأول والثاني هذايا مكننا من تأمين تغطية سكانية لحد الآن في حدود 75% من السكان. قعد معناها مبرمج زوز اقساط، القسط الثالث والقسط الرابع ان شاء الله من هنا سنه 2025 نتم انجاز القسطين هذوما، وهكاك نوصلوا لتغطيه معناها في حدود 98% من السكان. بالنسبه للضاب شنو امتيازاته؟ كل قال شنو امتيازات الضاب؟ الضاب هو معناها اكتويلمون قاعد يبث معناها اون باراليل مع تشكيل التردد ديما يعبر عنه بالاف ام، معناها اون ميم تون نجموا نسمعوا برامج على اف ام اللي هي بحسب الذبذبات نتاعها كما نعرفوها. والضاب اللي هو الميزات نتاعه هو كل برنامج 18 برنامج اذاعي يتم بثهم على ذبذبه واحده على تردد واحد. معناها اذا كان بث 18 برنامج على تردد واحد معناها استهلاك الطاقه مش ينقص، استهلاك القطاع الغيار واستهلاك معناها المعدات كل شيء مش ينقص، معناها حتى الكلفه مش تنقص حتى على الاذاعات الخاصه ولا هذا. الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه ثم اجراءات مصاحبه، احنا توا لابد من اعداد اجراءات مصاحبه في خصوص خاصه في عمليه معناها توريد الجهاز اللي يمكن التقاط الذبذبات والترددات هذه نتاع الضاب الاذاعه الرقميه. دونك معناها الديوان قاعد يسعى مع الشراكه مع وزاره التجاره مع وزاره الماليه ومع الديوانه التونسيه باش نعملوا قرار، ومع لي كونسيونير اوتوموبيل سيرتو معناها الموردين تاع السيارات باش نكونوا نخرجوا معناها قرار ويصدر بالرائد الرسمي يتم فيه معناها تم توريد السيارات، يولي معناها اوبليغاسيون، يولي شرط من الشروط كيف تدخل معناها كهرباء تكون ايكيبي بجهاز يلتقط في نفس الوقت لافام والضاب. لابد من هذا معناها ان شاء الله يخرج في الرائد الرسمي بعد التنسيق مع الوزارات المختصه والمصالح المختصه. كذلك مع الديوان نحاولوا باش يعطيوناش ان نوموكلاتور جينيرال دي برودوي ما يعبروا عنه معناها للكود الديواني، معناها باش فماشي نعمل اكزونوراسيون باش حتى الانسان كي يورد من الموردين باش يتم تسويقه في السوق ان شاء الله ناخذوا منها اكزونوراسيون من غير اداءات جمركيه كل شيء. هذا ان شاء الله معناها يتم المشروع هذايا وان شاء الله نطبقوه ونستغلوه بالكدا. سي لمجه توا وانت تحكي فما سؤال قاعد يخامرني، فما برشا توا مثلا يعلقوا يقول لك يا اخي ما زلتوا تعديوا توا على الارضي وما ادري شنو والعباد النقطه وفهمها هذا وانا زلت حاب نفهمها. معقول بالنسبه راهو للبث الارضي سواء كان تلفزي والا معناها اذاعي، راهي هذيك ما يعبر عنه بالسياده الوطنيه. اش معناها السياده الوطنيه؟ احنا نتاعنا الريزو نتاع التوانسه ماناش كيما بث الساتليت، بث الساتليت مثلا مش تبع الساتليت نجم تقص لك ساتليت في مصر ولا في معرفش وين في بلاصه اخرى نجم نتحكموا فيها حتى شيء ماهيش نتاعنا ساتليت. دونك البث الارضي هو 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 السياده الوطنيه نتاعنا. شكرا لك. مرحبا بك. يعيشك. اذا زياد كيما كنت تسمع هذا ديوان الارسال الاذاعي والتلفزي، ان شاء الله نستناو في مبعوث من وكاله تونس افريقيا للانباء باش نخدموا به مواكبتنا لليوم. تحياتنا لصديقنا وزميلنا واخونا العزيز اللي الحقيقه علاقتنا وطيده به مجموعه الديوان الوطني للارسال الاذاعي والتلفزي الصديق مدير الاعلام والاتصال بالديوان سي لمجد الوعر. زينا المظله سيده انيسة، مرحبا بك مجددا. يعيشك. زينا المظله كما حكينا من الداخل. نعم. بالطريقه هذيا عبيتها بالازهار. نجموا نلبسوها بزوز طرق، معناها نعملوا هكا على الطريقه الامريكيه. فوالا هكا. اي بالضبط.
باش تظهر الزينه باش تظهر الزينه اكزاكتومون خاطر الاكثر يزينوا ما فوق المظله هي منا ومنا مزينه هذا هو التميز صحيح زياد ما نعرفوا الماتيرس عف الطاوع يعني كل سوا تحب تخدمها هكايا نعم. ولا تحب هكايا تنجم باش رصعتها هذيك بال الحويجات هذوك هنا عندنا ديستراس عندنا برشا انواع نتاع لي بيرل كيما هذوما نعم فما لي بيرل فما لي بيرل حاسيلو عندنا برشا تناوش عندنا قلوب كيما هذوما فما برشا تناوش نجمو نضيفوها كيما تعرف الصيف يحب الالوان الزاهيه يحب البايات يحب برشا حاجات زاد عملت اضافه للخيوط شفت الخيط كيما هذايا زياد عملت كروا هنا تروا كروا خاطر نعم. حسيتها توندونس ياسر السنه كيما نجمو نخليو القبعه نتاعنا بيرسوناليزي اذا كان نكتبوا يعطيك الصحه هنا باش تكمل حرف الآ انت حرف الآ هذاك الامضاء نعم الامضاء سينياتور والسينياتور نتاعي باش تكمل هكايا ايوا هذه مظله سينيه هكا صحيح علامه مسجله هكاك باش الساده المشاهدين كل نعم. واحد يخدم المظله نتاعو ويكتب خاطر هذوما لي تيوب جوتا اللي نخدموا بهم على الحرير على نعم. القماش تمشي على جميع المحامل يعطيك الصحة سيدة أنيسة مشكورة على الابتكارات وعلى الفن الجميل اللي تمتع فينا به كل جمعة نتلقى معك إن شاء الله بإذن الله الخميس المقبل بعد قليل باش نحكيه مع الدكتورة هدى بوسرة على موضوع الحقيقة مهم في علاقة بالصحة وب الأمراض اللي يمكن يتوقع منها الإنسان خير من اللي معناها تقع له بعض التعكرات تفضلوا مرحبا بك دكتورة هدى بوسرة الأخصائية في أمراض الجهاز الهضمي نعم الموضوع اليوم مهم لأنه فما ديما لبس طبعا في أذهان الناس والمواطنين على بعض الأمراض اللي الحقيقة معناها نسب متاع الإصابة بها مرتفعة نسبيا وربما الناس ما عندهاش فكرة على تمييز بين المرض الشائع اللي الناس كل تعرفه ويسميوه ويتعاملوا معاه وبعض التفاصيل اللي ربما تشبه لذلك المرض لكن هي في الحقيقة حاجة أخرى مرحبا بك مجددا ومرحبا بك وبكافة السادة المشاهدين هو المفروض الناس كل تعرف ما يسمى حشاكم وعافى الله الجميع البوصفير ليباتيت بأنواع ثلاثة هكا A B C ولكن ثم حاجة قريبة والحاجة دي في علاقة بالكبد نعم كيفاش هو كان نحكيو احنا على البوصفير ككلمه بالفرنسي اسمه ليكتير اللي هي السفره بالعربيه الفصحى السفره هذا من جاي الاسم العربي هذيك علاش او الاسم التونسي على الاقل الاسم التونسي نعم. السفره هذه تدل انه فما التهابات في الكبد نعم. دونك سي ان سيمبتوم موش مرض معناتها ناتج اعراض صحيح ناتج على مرض معين اللي هو عاده التهابات الكبد بون فما حاجات اخرى تعمل خاطي ليزيباتيت وكل شيء السفره لكن احنا باش نحكيو على السفره اللي ناتجه على ليزيباتيت فهمت دونك ليزيباتيت فما برشا انواع بون احنا باش نحكيو شويه على ليزيباتيت اكثر فيرال اللي هما الالتهابات الفيروسيه للكبد اللي هما ليباتيت ا نوع ا وب وجي ليباتيت ولكن الناس معناها الكل يسميوه بوصفير كله بوصفير راه مش ديما اي سفره تخرج على الوجه صحيح انها ناتجه على الكبد لكن مش معناتها راي مش معناتها هيباتيت مش معناتها هيباتيت فيرال نجم تكون إيباتيت من نوع آخر مش معناها يعني بوصفير فيروسي معدي صحيح حاجة أخرى حاجة أخرى ولكن هو شديد العدوى شوف إذا كان باش نحكيو على ليزيباتيت فيرال اللي هم من نوع A و B و G هي أمراض جرثومية فيروسية تتعدى بطرق معينة مثلا ليباتيت A تشاف برشا عند الصغار عادة سيبينا معناتها ما يقلقش برشا بون نشوفوا حالات خطيرة لكن عادة ما يقلقش اللي يتعدى بالماء اللي مش نظيف وباليدين مثلا مسوا حاجة معناتها عدوى باليدين معناتها وبالمياه الملوثة نعم. لكن البوصفير من نوع ب وجيم هذه عدوى دمويه او عدوى معناتها جنسيه
مثالش احنا في ظروف المباشر دكتورة تحاول تبعد الفرارة شوية على المزدحة. بالضبط بالضبط هذا هو شوية فقط. مشكورة يعطيك الصحة. إذا قلنا باش ناخذوا فكرة على الأمراض هذه أو هو المرض معناها باش نجموا نبداو في بالنسبة معناتها للأعراض كما قلنا عادة يصفر، لكن نحب نعمل ملاحظة البوسوفير ساعات ما يصفرش، يعمل كما سكون نابل ان سندروم غريبال مع تنوع من كيما الجريب معناتها وفشله وكل، وساعات حتى المريض يمشي عدي وكل شيء ويقولوا له اون غريب نورمال وهي ايباتيت. فهمت؟ راهو مش ديما البوسوفير يعمل الصفرة على البدن. نعم. فهمتني؟ اصفرار الوجه واصفرار اللون الجسد والجسم هكاك. نعم. فما شكون يعمل له اسهال، فما شكون يعمل له دياغي، معناتها المريض ماشي باله تسمم غذائي وهو ناتج افكتيفمون على معناتها اونيكمون ساعات الطبيب مختص وساعات حتى طب عام ينجموا يفيقوا معناتها بالحكايه. ما يعرفوا كان طبيب عبر الفحص الطبي مش وسائل اخرى. اي مش بالوسائل الاخرى، عاده نفيقوا بهم بتحاليل الدم ونفيقوا بهم بالكشوفات معناتها بالليكوغرافي اللي تحدد معناتها المرض ونوعيه المرض وخطوره المرض، خاطر ساعات يعمل فشل كبير في الوظيفه نتاع الكبد وساعات يدخلوا حتى للانعاش. فهمتني؟ وكل وبعتالي معناتها حسب الكشوفات هذه نقولوا للمريض شنو هو العلاج. ساعات العلاج معناتها يكون تريتمون سيمتوماتيك كيما ليباتيت ا، ما فيهاش دواء ليباتيت ا، نقولوا له شويه فيتامينات معناتها ياكل في الدار، لازمو الغوبو، يشرب الماء، يرد باله على عائلته خاطر ينجم يعدي بال ليدين ليباتيت ا. فهمتني؟ وبالنسبه ليباتيت بي وسي هذوك فيهم ملف كامل لازم نحضروه ونشوفوا اسكو يتطلب العلاج والا لا. نعم. هو الوقايه خير من العلاج. الوقايه خير من العلاج. ليباتيت ا نظافه نظافه نظافه، خاصه توا وقتها ملي تسخن الدنيا. علاش شنو علاقتها بالسخانه؟ السخانه خاطر ماك تعرف معناتها توسكي معناتها امراض تتعدى فمويه ومن نظافه وكل شيء، الوقت هذا وقت السخانه تتكاثر الفيروسات وتتكاثروا لي بكتيري. كما التسممات الغذائيه معناتها توا نقولوا الناس ردوا بالكم توسكي ماكله الشارع معناتها لي فولا يبداو مش بيان كونسيرفي، العظم، الدواجن، المايونيز، الحاجات اللي تنجم تعدي الامراض هذه ليباتيت ا. فهمت؟ ليباتيت بي وسي هذه امراض منقوله دمويا وجنسيا. وعن طريق الوراثه زاد؟ لا لا ماهوش مرض وراثي، هذا مرض فيروسي يتعدى بالعدوى. ليباتيت سي تتعدى برشا بالدم، نشوفوها برشا في الشمال الغربي على خاطر يعملوا ليسكاريفيكاسيون اكل تشليط صحيه الحجامه بحاجات مش معقمه ومن شخص من شخص لشخص، دوك يتعدى برشا ايباتيت سي تعدى بالطريقه هذه. لكن نقصت الحكايه هذه ولات ربما التشليط هذاك بالطريقه التقليديه نتاع اجدادنا وكل معناتها ما عادش فما ما عادش بون الحجامه، فما شكون يعملوها؟ لا الحجامه ربما مختصين معقم وكل شيء. وبربي حبيت نعمل ملاحظه، ايباتيت سي ولات تبرى في تونس. البوسوفير من نوع جيم راه وزاره الصحه عامله توت بروغرام معناتها دو تريتمون وكل، وعندنا دي ميدسان تبارك الله ريفيرون في الصحه العموميه، جوست نحددوا نوعيه الفيروس ودرجه التليف نتاع الكبد وراهم يداواو الدواء بين 3 و6 شهور ويداواو في السبيطارات العموميه نتاعنا وراهم يبراو. دوك اللي عنده مرض قبل قالوا له ما يداواش جوست مراقبه راهم توا ولاو يبراو. ليباتيت بي ما نداويوش الناس الكل، اللهم المرض يكون نشيط معناتها اون مال اون ايباتيت اكتيف معناتها فيروس برشا في الدم وعنده تليف في الكبد الى حدود معناها التاثير على الـ على الـ الوظائف الحيويه الكبد. للكبد. لكن عالجو، لكن انه كامن معناها مازال ما اي سوفي ايباتيت بي خامل. الفيروس ماهوش متكاثر. الكبد الى انديفيرون، ما فماش التهابات في الكبد في التحاليل وفي الخلايا، راهم سو سون دي باسيون كون معناتها نعسوا عليهم كل سنه مراقبه فقط. هي المراقبه ضروريه والتحليل ضروري، لانه احيانا او احيانا مش الاحيان الالف واللام ما نعرفش مين جاود، ما احيانا الانسان يبدا عنده الامراض، لذلك معناها دوريه التحليل وتحليل الدم مطلوبه هكا ولا يا دكتوره؟ والله شوف بالنسبه للناس اللي لابس عليهم ما عندهمش اعراض، الحق ماهوش سيستماتيك. هما شوف بالنسبه لليباتيت ا توا معناتها فاكسان ومعناتها الصغار يتلقحوا كل شيء. ليباتيت بي من عام 2001 من 2000
من سنة 2000 ولاو يلقحوا فما ليباتيت سي ما فيش تلقيح، ردوا بالنا من حكاية العدوى هذه الدموية. واضح فهمت؟ نعم، مشكورة دكتورة هدى بوصرة الأخصائية في أمراض الجهاز الهضمي. كنا نحكيه على المرض هذا متاع التليف هكا، الالتهابات الفيروسية للكبد. نعم، الالتهابات الفيروسية للكبد اللي نسميه احنا بالبوصفير ولا ليباتيت. مواصلين في الاستضافات والاستضافة المقبلة عربية بامتياز. قلنا مواصلين في الاستضافات والاستضافة المرة هذه عربية بالأساس، والحقيقة معناها جانب الموهبة ولا العمل دائما ما يطغى. الأستاذة المخرجة إيناس يعقوب تنظر إلى الكاميروات ويعني تبحث عن الزوايا، وهذا طبعا في صميم عملها. نحن أحيانا في أماكن يعني الترفيه والبيت لا يغيب عنا العمل، أكيد تولي يعني داخلة في لا شعور ولا الأحساس. مرحبا بك أستاذة إيناس. مرحبا بك وشكرا كثير على الاستضافة الجميلة الصباحية. نعم. الراقية الرائعة التي تليق بتونس. العفو العظيمة. العفو، تحيتنا ليك وللشعب مملكة البحرين العزيز، ملكا وحكومة وشعبا ومبدعين وفنانين وإعلاميين بالأخص. الأستاذة إيناس يعقوب مخرجة شابة وحظيت بتكريم الدورة 23 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، الحقيقة بعد مسيرة فيها العديد من المحطات البارزة. مثلا احنا عنا في التلفزة كما نسميها، التلفزة التونسية الآن بصدد يعني بث قنديل الحكايات، الصور المتحركة للأطفال الجميلة، وأنا شاهدتها من أليفها إلى يائها بصفتي معناها أشتغل في مصلحة المشاهدة أو مراقبة البرامج. إذن الحقيقة مستوى جيد وطيب، خاصة نعرف أنه عملية إنتاج الصور المتحركة ليست سهلة أستاذة إيناس. والله شوف طبعا هي مو سهلة. أوكي. نعم. ولكن اللي بيكون عنده حب وشغف لهذه الصناعة وعنده أهداف، يعني أهداف اجتماعية وأهداف فنية. أوكي، قبل ما نقول إن في أهداف مادية، لأنه إحنا لو حطينا المادة في الأول إحنا ما راح نطلع شيء له قيمة طبعا. أوكي، هنطلع لأشياء ثانية، بس أنا دائما في الأعمال أول شيء أطلع للقيمة الفنية. أوكي، وأهدافي إيش هي. وطبعا تعرف انه اصعب اعمال الاطفال طبعا، لانه انت لازم تكون حريص على المحتوى نفسه، تكون حريص على الصوره، حريص على كل مقومات العمل، لانه انت في النهايه انت بتسوي رساله مو فقط للطفل ولا هي للاسره كامله. وانت اصلا لما تشوف اصلا العمل راح تلاقي انه حتى الاطفال حتى الكبار يتفرجون عليه. اكيد، لانها حكايات انا تابعته بشغف ربما اكثر من ابنائي، خاصه الحلقات اللي يعني فيها اجزاء، جزء اول صح وثاني صح وثالث. صح، يعني اشاهد الحلقه ثم اشاهد الثاني لاني متشوق الى بقيه الاحداث. صح، في قنديل الحكايات كنت حريصه ان الحكايه تنقسم على اثنين او على ثلاثه او على ثلاثه. يعني نعم، في بعض الحلقات لو انت تتذكرها الفرصة الذهبية. نعم. الزوج وزوجته في الكوخ وهو كسول. نعم. ويقول لك أنا صرت كبير. يعني كان هنا هذه الحلقتين هذول كانوا يتكلمون فيهم كوميديا، تتكلم عن الكسل، تتكلم عن الشغف، تتكلم عن الصدق، تتكلم عن الأمانة، فيها مجموعة من القيم. نعم. في جزئين الحلقتين هذول مجموعة كبيرة وكلها تنقلت من أحداث فعلا واقعية في حياتنا راح تكون. أكيد أكيد. صح فيها جانب فانتازي. نعم. ولكن هي في واقع حياتنا، تحمل رسائل هادفة للأطفال وقيم ومبادئ ومثل عليا، أنه الذي يستكين حلقة على الأقل اللي ذكرتها فرصة ذهبية يستكين للكسل ويعني التهاون ومصيره يكون سلبي بالأساس. لكن قنديل الحكاية محطة من محطات مسيرة تقريبا طويلة، وأنت في سن الشباب كمخرجة حرة، يعني هذا اختيار أيضا منك، أنك لست مخرجة قارة بتلفزيون البحرين العمومي ولا بأحد القنوات الخاصة. كيف بدأت الحكاية؟ عن طريق يعني الهواية، عن طريق أنك يعني تحبين هذا المجال، التخصص، الدراسة،
الاختيار كيف كان؟ لا شوف، أنا طبعا دراستي مختلفة تماما عن موضوع الرسوم المتحركة. نعم. أنا بالنسبة لي في الأول كنت أنا أكتب سكريبت، أكتب قصص، أكتب أشياء زي كذا، وكانت الأشياء كانت تطلع على منصات عربية، مع أنه كنت في بداياتي كنت في لسه صغيرة يعني. نعم. أوكي، كنت أسوي، وأنت صغيرة إلى الآن. وكنت أسوي يعني برامج وثائقية وأفلام. نعم. وثائقية كمان تخص الطفل وقضايا الطفل، يعني من أحسن الأعمال اللي أنا سويتها مع منظمة الصحة العالمية. نعم. مع الأمم المتحدة، كلها قضايا تخص الطفل. بعدين تطلعت لجانب الرسوم المتحركة، لأنه لقيت أنه جانب الرسوم المتحركة في قاب طويل، صرنا بس ناخذ اشياء معلبه. نعم. وندبلجها وندبلج. لا ننتج عربيا، لا ننتج الرسوم المتحركه عموما. فانا صراحه يعني اخذت على عاتقي انه يكون عندنا انتاجات عربيه، وانا الحمد لله من 2016 وانا قاعده اسوي اعمال عربيه. نعم. والحمد لله عملت اصداء كبيره حتى في الدول الغربيه، لاني انا ما بطلعها بس باللغه العربيه، بكذا لغه. أكيد. من اللغات يعني، وهذا مهم طبعا. وهي تقريبا حكايه تقريبا عربيه بالاساس. طبعا طبعا السيناريوهات التي معناها تخرج لهذه الاعمال. طبعا طبعا، ولازم نكون مهم. احنا حريصين عليها. طبعا انا اختياري ان انا اكون حره، لانه انا نفس الطير. نعم. احب اكون حره. ليش؟ واضح. لانه عندي يعني تحديات في حياتي لازم أقدم عليها، لازم أن أنا أطور من نفسي، والتحديات هذه هي صنعت مني الآن أنا قعدتي هذه، أحس أن هي نجاح. أكيد. كبير، وفي قناة عريقة نفسها، ونجاح أيضا لبرنامجنا أن نستضيف يعني قامة إخراجية من القامات العربية المتميزة. لكن الأكيد أنه المسيرة كانت متنوعة. طبعاً. يعني مش فقط الأعمال المخصصة للأطفال. هو عادة بداية المخرج يكون مساعد مخرج، وإلا كانت البداية بشكل مختلف؟ طبعا أنا تدرجت، أكيد إن أنا تدرجت. نعم. أنا دائما أقول حتى للحين موجودين، أقول لهم يا جماعة ما في داعي أنه أنتوا تنطوا الدرج مرة واحدة. نعم. لازم أنه أنتوا تتدرجون، لأنه الخبرة مهمة، لأنه أنت لو طلعت مرة واحدة أنت راح تنصدم، ولو انصدمت أنت راح ترجع مرة تانية لقبل نقطة الصفر حتى كمان. فطبعا أنا تدرجت وتعبت في حياتي كثير كثير كثير، بس دائما الإنسان اللي عنده قناعات، وأنه هو يعني 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 زي ما يقولون نت كير، يعني الأشياء السلبية اللي تصير ياخدها إيجابية. بالعكس، أنا في أشياء واجد 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 كانت سلبية في حياتي وأثرت فيها، بس أنا كان عندي تحدي إن أنا أوصل لمكان معين. أهم الأعمال اللي قمت بإخراجها تقريبا على مدى السنوات الفارطة أستاذة إينيس؟ كان طبعا عندنا رجال حول الرسول. نعم. كان عندنا باسمك اللهم. هذه وثائقيات؟ لا لا لا، هذه كرتون. كرتون أطفال. باسمك اللهم. صور متحركة. أيوة طبعا، غير قنديل الحكايات. طبعا مؤخرا كان سر الكهف الموسم الأول، الموسم الثاني. يتكلم عن الأحجار الكريمة. نعم. وتأثير الأحجار الكريمة والخير والشر. يعني أنت لو شفت هذا العمل راح تحبه. إن شاء الله نشوفه في أقرب فرص. يعني رائع للغاية. نعم. وطبعا عندي طبعا برامج وثائقية نفس في خلقه شؤون وما وراء الكواكب، كلهم هدول كمان كانوا على منصة شاهد. نعم. وكانوا بعد كانوا فوزير في على الام بي سي 3. طبعا أنا أشوف أن التلفزة التونسية الحين ما شاء الله يعني قاعدة في تطور، وأنا إن شاء الله بإذن الله حب أن أنا هتعاون تعاون حلو مع التلفزة، لأنه الجمهور التونسي جمهور ذواق، عنده ثقافة، عنده حس فني، ومنفتح على مختلف المجالات. صح. والأعمال. يعني أنا توا أحدثك عن قنديل الحكايات. Okay. معناها كأنك معنا وأنت في البحرين. لأنه معناها الرغبة في اكتشاف من هذه المخرجة الشابة التي أخرجت هذا العمل المتميز حقيقة كانت عارمة. إذن الأكيد أنه بالإضافة إلى ذلك، والإضافة إلى أنه الأعمال يعني تحظى بالرواج وتحظى بالنجاح، مثل هالفرص اللي تتيحها المهرجانات وخاصة. صح. المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون واتحاد إذاعة الدول العربية مهمة للعاملين. طبعا. في المجال عموما وللمخرجين خصوصا. طبعا طبعا، لكل العاملين، لكل فرد من أفراد، حتى الممثل الأكتر. نعم. الفويس تواجده مهم جدا في هذه المحافل، لأنه بيكتسب فعلا خبرة. أنا لليوم هذا، ليومك ذا، أنا كل ما أجي الدورة اتحاد
عدد الدول العربية، يعني هذه يمكن الدولة الدورة الـ 12 أحضرها. نعم. هذه كل مرة أكتسب خبرة، كل مرة يعني فعلا يعني أخذ إكسبيرينس من كثير ناس حوالي، والتجربة كثير حلوة. نعم. مهما كان عندنا يعني مسيرة طويلة من الفن، أنت كل يوم تتعلم. وأنا أقول أنا كل يوم، أنا كل بروجكت ترى على فكرة أقول لك شيء، كل بروجكت أحس أنه هو هذا أول بروجكت، التوتر، الخوف، أول عرض، كأنه أول مرة في حياتي أشتغل. نعم. كل عمل كأنه أول مرة في حياتي أشتغل. والتكريم أستاذة إيناس، التكريم هذا يعني تدري في هذا الاستيج أحساس خاصة، مو طبيعي هذا الإحساس. وأنا كمان التكريم هذه. نعم. المرة مع عمالقة في الفن وعمالقة في الإعلام وفي الإعلام الموجه، صراحة أكون ضمن هذه النخبة، هذا الشيء كبير 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 علي، وأعطاني مسؤولية أكبر من الأول. فبالعكس يعني، وهذا له رهبة ترى. أنا أقول اللي ما يطلع على هذا الستيج. نعم. هو للحين ما قيم نفسه إذا كان هو يعني بيرفكت ولا مو بيرفكت. وطبعا أنا أتمنى للجميع طبعا النجاح، ولكن دائما الإنسان يطمح الروح ودائما الأفضل. نعم، والأفضل آتي وقادم بإذن الله. أكيد. سؤال أخير، طبعا ما زال العمل مستمر والعمل في القطاعات الإبداعية لا ينتهي، لأنه المبدع ليس موظفا. طبعاً. يعني مرتبط بوقت ولا أجازة. صح. ولا تقاعد ولا أكيد أنه فما أعمال قادمة. أكيد أكيد إن شاء الله في أعمال جاية، وفي عمل جديد كمان إن شاء الله يكون على التلفزة التونسية بإذن الله تعالى. قريب نوصل الاتفاق في أكيد اقتناء. أكيد. كرتون. كرتون كرتون بإذن الله، صور وثائقي وثائقي كمان. نعم. بإذن الله تعالى إن شاء الله نشاهدوه. لأن أقول لك شيء، إحنا مهم نقول إن البرامج الوثائقية تهم الطفل كمان. طبعا. أنا أكيد. أشوفها ترى على فكرة هم ينجذبون، بس أنت الحين شلون تعمل وثائقي يجذب الطفل؟ أنت فعلا لو جذبت الأهل أنت هتجذب الطفل. بس فعلا يعني أنا مؤخرا بعض عملت دراسات كثير وكورسات كثير على هذا الموضوع، إنه البرنامج الوثائقي له تكنيك خاص. نعم. للأطفال. فإن شاء الله بإذن الله نحن كمان نتميز في هذا المجال علشان ننشر العلم والمعرفة والثقافة والإبداع والتفكر في خلق الله. والتفكر في خلق الله ونعمة بالله خير ما ختمت به، يعني مش كان مخرجة تصلحين مذيعة أيضا. مشكورة الأستاذة المخرجة البحرينية العزيزة إيناس يعقوب المكرمة في الدورة 23 لمهرجان اتحاد إذاعات الدول العربية، المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، والتي نشاهد أعمالها على التلفزة التونسية على غرار قنديل الحكايات. هذا العمل للصور المتحركة الحقيقة متميز. نواصل في الاستضافات، والاستضافات الثقافية دائما. الكاتب الأستاذ مراد الشابي، الحقيقة في استضافة متجددة، لأنه معناها الأعمال التي يقدمها تقتضي ذلك. مرحبا بك أستاذ. شكرا جزيلا. تحياتنا لك. طبعا مش من السهل الكتابة بصفة متواترة ومستمرة، وخاصة الإصدار. نعم. ولكن تواترت الإصدارات هذا والحمد لله. الحمد لله. نعم. هذا ما يقتضيه المشهد الثقافي في تونس. نعم. وخاصة ما ينتج من كتب تقتضي أن نواكبها نقديا. نتحدث هنا عن قراءات في نصوص سردية. نعم. تونسية. هذا الإصدار اللي هو محور استضافتنا بالأساس. نعم. هذا حبيت نسألك أستاذ مراد، هذا يعني المقاربة اللي كتبت بها الكتاب
كأكاديمي وإلا ككاتب، ويعني نجم نقوله معناها الجانب الروائي أحيانا يطغى على ما نصدره. هذا العمل مختلف، لماذا؟ لأنه تضمن ما كتبته أي؟ وقدمت له إضافة إلى ما كتبه زملاء آخرون. نعم. هذه الكتابات جمعت بين الأكاديمي وبين القراءات العاشقة. أمامنا هذا الطيف هو المجموعة القصصية الأولى التي أصدرتها. نعم. إذن قلت هناك كتابة أكاديمية. أمامنا الكبارية أيضا، الكتاب اللي نال الحقيقة اهتمام طيب، وكانت لنا استضافة حول هذا الكتاب اللي تشرفت بأنك هديت لي نسخة منه، والحقيقة استمتعت كثيرا بمطالعته. شكرا. نعم. إذن إضافة إلى القراءات الأكاديمية التي تواكب النص السردي التونسي، هناك قراءات عاشقة لابد أن تأخذ حظها. هذه القراءات العاشقة تختلف لأنها تنصف إن شئنا النص المكتوب أكثر مما تنصف المناهج النقدية. نعم. إلى جانب ذلك هناك الإعلام الذي يواكب من خلال الصحف، من خلال المجلات، من خلال التلفزة، الإذاعة، الإعلام الذي يواكب ما تصدره النخبة التي تكتب يوميا. نعم. ونلاحظ أن الكتاب التونسي الرواية خاصة موجودة في كامل المنابر العربية عربيا وهي تتوج. إذا هذا النص لابد أن نواكبه من خلال النقد لنعرف به ولنلتمس تلك الخصوصية في النص التونسي، النص هذا النص الذي يشق طريقه نحو جمالية مخصوصة، لذلك لابد من النقد أن يواكبه وأن يؤسس لقراءة مميزة تجمع كما قلت بين الأكاديمي وبين القراءة العاشقة. وربما هنا نستحضر قدوتنا الأستاذ الدكتور توفيق بكار، الأستاذ توفيق بكار عفوا. نعم. الذي كان يؤسس لقراءة جديدة تنصف النص التونسي وجعلتنا نتعرف إلى نصوص علي الدعاجي ومحمود المسعدي ونصوص أخرى بمقاربة جديدة تواكب تلك النصوص وتركز على النص التونسي، لذلك نعم كي نقولوا نقد أستاذ مراد هذا يقتضي أن نلبس أو أن نواصل معناها ارتداء ثوب الأستاذ الجامعي توقيرات في نصوص سردية ربما بهذا الثوب، لكن حين تكتب الطيف تتخلى عن ثوب الأستاذ الجامعي. طبعا النص الإبداعي هو نص منفلت. نعم. والجامعة لا تسمع بالانفلات، والجامعة لا تسمع بذلك الانفلات. هذا الأكاديمي الذي يريد أن يسيج في كل مرة النص الإبداعي، ولكن النص الإبداعي يتفوق طبعا. ويحاول النص، يحاول النص النقدي الأكاديمي خاصة أن يبحث عن سياج جديد ليطوق ذلك النص. وفي هذا الجدل بين الإبداع والنقد يتطور النص الإبداعي وتطور النص النقدي أيضا. أكيد. أكيد. ويكتسب كل منهما جماليته. هو كونك يعني أستاذا جامعيا بالأساس وناقدا، ويعني فيك الخصام وأنت الخصم والحكم. ناقد، تعودنا أنه الناقد عادة لا يكون روائيا أو قصاصا، معناها لذلك تقريبا أنتصر إلى القراءة ولا أنتصر إلى الناقد. نعم. القراءة هي التي تجعلنا ننفتح على النصين معا، القراءة هي التي تشرع تلك النوافذ لكل ما هو جميل في الإبداع وفي النقد، هي التي تجعلنا نرى إلى العالم بعين أخرى. هذه القراءة هي التي أنتصر إليها، لأننا مع كل قراءة جديدة ننفتح على عوالم جديدة ونرى أشياء جديدة في كلا النصين. في قراءات في نصوص سردية هل ركزت على يعني نوعية أو مدرسة معينة من الكتابة أو على أسماء معينة جات في فترة زمنية يعني بينها قاسم مشترك، أو ماذا كيف كانت الاختيارات؟ الاختيارات بالنص أو بالكاتب أو يعني أشياء أخرى؟ اخترنا أن يكون النص تونسيا بالأساس، هذا ثم أولاً. كوننا لجنة. نعم. اللجنة تشكلت من أذواق مختلفة. بعد ذلك عدنا إلى قراءة تلك النصوص وحاولنا أن نجد خيطا ناظما بينها. أيوة. يرتكز أساسا حول التلقي، أن نتلقى ذلك النص بطريقة تجعله، أو النص الذي يفرض جانب المتعة. كل نص جميل ما لم ممتع. يكن مملا، كل نص ممتع، كل نص ممتع. نعم. ما لم يكن ذلك النص مملا. إذن هذه النصوص
الجامع بينها هو أنها نصوص تنتمي إلى فترة قريبة أيوة. السنوات الأخيرة أيه. ثم إنها تونسية وحاولنا من خلالها أن نواكب كل المناهج أو المذاهب أو المدارس أو المدارس الإبداعية تقريبا قديش من كاتب قديش من نص معناها لي جونغ الأنواع أنواع النصوص يمكن أن نتحدث عن أربعة أنواع من النصوص هناك نصوص نقرأها فنشعر أنها تميل إلى الخاطرة هناك نصوص تميل إلى الأقصوصة أو القصة وهناك نصوص وهي نصوص جديدة حاولت أن تكسر تلك الحواجز بين التجنيس أي أنها لا تنتمي إلى جنس بعينه ولكنها تنتمي إلى ما يمكن أن نطلق عليه إبداعية النص النص الذي يشدك ويصرفك عن تجنيسه وعن تصنيفه في مدرسة من المدارس وهذا ما نصب إليه في الحقيقة لأننا من خلال هذه النصوص التي تكسر الحواجز أو التي تلين الحواجز بين المذاهب والتيارات الإبداعية نحن نكتب نصا جديدا لا شك أنه يحفز الناقد أو القارئ بصورة عامة على أن يكتب بطريقة جديدة مغايرة تواكب ذلك النص المختلف وذلك النص المنفلت واضح هذا فيما يتعلق بإصدارك معناها تقريبا مش الأخير هو قراءات في نصوص سردية وهو إصدار يمكن اعتباره نقدي بالأساس نعم. نقدي وكلمة عن الطيف هي صدرت بعد الكبارية ولا قبل الطيف قبل الكبارية قبل الكبارية والطيف هي مجموعة من النصوص أقاصيص قرأها المرحوم دكتور منجي الشملي الله يرحمه وهاتفني وكانت مفاجأة سارة لأنني لم أكن أنوي نشر تلك المجموعة ولكن بعض الأصدقاء قدمها لأستاذنا الجليل فهاتفني وطلب إلي أن يقدمها فكان شرف عظيم أن قدمها لي الدكتور منجي الشملي ومن حينها تواصلت الكتابات في المجلات ومتواصلة إن شاء الله والإضافة التي تقدمها للمشهد الإبداعي الأدبي والفكري والثقافي التونسي إضافة قيمة ومتميزة في تقديري الشخصي الأستاذ الجامعي والكاتب والناقد مراد الشابي صابرين طبعا آخر اللمسات للأطباق متاع اليوم تفضل عايشك زيد اليوم عملنا حاجات سهلة ما تتكلفش اون جينيرال حضرنا مع بعضنا مقرونة بالدجاج على الطريقة نتاعنا التونسية جوست وريت استوس باش ما لا نحطوا لا سكر لا سفناريا في الصوص وعلى فاس القروسية نتاع طماطم المعجونة وعملنا لهنا سلاطة قلنا توا باش يجي صيف برشا عباد تحب تعمل ريجيم كل مرة نوعوا في أنواع السلايط وهذه سلطتنا بالنسبة لليوم وكل عادة عنا حاجة حلوة عملنا بسكوتي اللي هو كان باللوز والجلجلين بسكوتي هذه التربيجة نتاع بسكويت معنا ولا بسكوت بي اي نجم تقول ايوه وبعديك حطينا فوقها شوكولا بلون وشوكولا نوار اكيد جوست هذه حاجة اختيارية نجموا ما نزينوش بهم معناتها مشكورة صابرين يعطيك الصحة ان شاء الله غدوة كالعادة معاك من نول البرنامج من 9 حتى الماضي ساعة باش نقوموا بأعداد الأطباق اللذيذة والجميلة والبنينة والصحية واللي ماهيش مكلفة إذا بقيت مشاهدة طيبة وممتعة لبرامج القناة الوطنية الأولى وإلى اللقاء غدا في نسمة صباح